هل يفضي تعثر الحوار والحل الداخلي إلى دوحة اثنين؟ عاجزت القوى الداخلية عن التوافق فيما بينها على حل دستوري يخرج لبنان من دوامة الفراغ التي تنهك البلد ومؤسساته. جرى تداول في الأيام الماضية في إمكان طرح دوحة اثنين يقبل به حزب الله، الذي أشار إلى أنه مع أي طرح يقرب وجهات النظر ويساعد في الوصول إلى حل للمشكلة. ورداً على ذلك، لن تقبل القوات اللبنانية المساس باتفاق الطائف. أما الحزب التقدمي الاشتراكي فكان دائماً مع التلاقي والحوار ويفضل الحوار الداخلي. التيار الوطني الحر يؤكد بحسب مصادره أنه لم يرفض يوماً أي دعوة إلى الحوار، وأن القطريين لديهم مبادرة سابقة نجحت في مرحلة معينة ويعلمون طريقة تعاطي اللبنانيين. أما مصادر التغييريين فترى أنه في حال القيام بدوحة 1، 2، 3، و4 لن تصحح الأوضاع إلا بإقامة دولة القانون والمؤسسات.